وتقريبا احنا يعني اخفيناه عن والدته وزوجته وبناته، مش عايزينهم يعرفوا التفاصيل دي. كنادي زمالك، كاتحاد كوره، كلجنه المنشطات، عايز اقول ان لو كل واحد كان قام بدوره في وقتها ما كناش وصلنا للمرحله دي، سواء بالنسبه للاعب احمد فتوح ما اتحطش في الموقف ده. كان شرط الاسره، لا الظروف النفسيه والحاله الصعبه اللي عليها الاسره كزوجه وكبنات وكأم، لا كانت صعبه خالص. صعب ان احنا نتكلم في موضوع الدية او لا 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 لا، ده هو اخويا الكبير، هي معرفه عمر اكتر من 45 سنه، جيران قدام، حتى لما هو ارتبط واتجوز وانا ارتبطت واتجوزت سكننا قريبين من بعض وكنا على تواصل حتى قبل ميعاد للاسف الحادث الصعب دوت، قبلها بيومين كنا على تواصل مع بعض دايما. هو كان انسان طيب جدا وكان مكافح وعنده بنتين 15 سنه و16 سنه. طبعا من هول الصدمه يعني البنتين، انا مش عايز اقول لك الحاله النفسيه وصلوا لايه، يعني زوجته كمان والدته واخواته، يعني هو الاخ الكبير في نفس الوقت. حضرتك عارف ان عارف طبعا ان الاب بالنسبه للبنات ايه. طبعا الله يرحمه، وبقدم التعازي لاسرته، يعني حتى لو قدمتها 1000 مره انا حاسس ان انا مش هوفي حقه. طبعا انا كنت عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا، الموضوع مش موضوع محاكمه اليوم بس، ولا الجلسه اللي اتاجلت اليوم 16/9، انا بتكلم عن لاعب كره اسمه احمد فتوح. سبق اتهامه من رئيس مجلس اداره سابق اسمه مرتضى منصور، الاستاذ مرتضى منصور، بان هو بيتعاطى حاجه معينه. طيب ايه مسؤوليه الجهات المعنيه في التحقيق الواقعه في الكلام ده، كنادي زمالك، كاتحاد كوره، كلجنه المنشطات؟ عايز اقول ان لو كل واحد كان قام بدوره في وقتها ما كناش وصلنا للمرحله دي، سواء بالنسبه للاعب احمد فتوح ما اتحطش في الموقف ده، ده كان المفروض الامور دي كانت تتحسن من الاول. طيب احنا دلوقتي في حاله، يعني احنا في اضرار كبيره جدا وقعت على اسره المجني عليه، بخلاف طبعا الاصابات اللي لحقت بالمجني عليه. انا بصراحه اول ما شفت التقرير اول ما قريته، لا هو مرعب بصراحه، يعني انا قريت كتير لكن التقرير ده كان بالنسبه لي صعب خالص. وتقريبا احنا يعني اخفيناه عن والدته وزوجته وبناته، مش عايزينهم يعرفوا التفاصيل دي، وانا مش عايز اقول تفاصيلها، بس هو كان صعب خالص. الالم النفسي طبعا بالنسبه للبنتين، الالم النفسي بالنسبه للام والاخوات. طبعا صدور قرار المحكمه بالتاجيل مع استمرار حبسه ده يعتبر درس لي، درس لي. هو طبعا عنده نيه، او على حسب كلام الساده الزملاء المحامين وكلائه في الجلسه، ان هو على استعداد لدفع الديه. الامر راجع للاسره، انا مجرد محامي بنفذ الطلبات بتاعه الموكل بتاعي، اذا وافق على الديه بتبقى في صيغه معينه واجراءات معينه بديه، اذا ما وافقش فانا بستمر في المرافعه بتاعتي وفي الاجراءات بتاعتي، هم اصحاب الشأن. يعني انا بالنسبه لي، انا بالنسبه ليا كمحامي عن ورثه المجني عليه، انا ليا شق محدد في الدعوه دي. الشق المحدد اللي هو قطف الخطا، اللي هو اثبات عناصر المسؤوليه الثلاثه، اللي هي الخطا والضرر ورابطه السببيه. تمام. طبعا الخطا ده، الخطا فيه محاط بمجموعه من الظروف المشدده زي تعاطي جوهر الحشيش، السرعه الزائده زياده عن اللزوم، الرعونه، عدم الاحتراز، كل ده يعني في حاجات كتيره قوي انا مش عايز اقولها بالتفصيل دلوقتي، وده هتبقى مجال للمرافعه الشفويه او عن طريق المذكرات. تمام. فطبعا انا هصر طبعا على عمليه المسؤوليه دي كلها. تمام. والنيابه العامه طبعا ليها مرافعتها في خصوص الناحيه الجنائيه، التعاطي الاحراز والتعاطي جوهر الحشيش.